مشهد السيدة سهام كان ملفتا لانتباه كل من يشاهدها وهي تتجه لتدريبات الخياطة بالاتحاد النسائي. سهام فقدت البصر منذ 5 سنوات، ولكن هذه الإعاقة كانت بداية جديدة لها لتبدع في عدة مجالات. كانت الإعاقة نقول إعاقتي ليست نهايتي، كيف نقول، لأن هي سبب إدراكي لما حولي. يعني كان أسعى في حاجات لقيت إن وأنا في إعاقتي، يعني بدأت نجاحات الأشياء من قبل أن نكون سوية، تنمية مهارات بعض الأشياء، إلقاء بعض نصائح لبعض الأشخاص، إعطاء يعني دورات تدريبية بعلم الكفيف اللي تحصلت عليه. كان فترة قصيرة لكن الحمد لله. تغلبت سهام على صعوبات الخياطة، فقد كانت تواجه مشاكل متعددة نتيجة فقدانها لبصرها، ولكنها اعتمدت على تشغيل كل حواسها لتتمكن من إتقان الخياطة، وبدأت في إنجاز قطع لها ولأسرتها وتسعى للمزيد. خلاص أنا ما ريتش الإبرة كيف مدخلها نقع نصفق، لا نحاول مرة اثنين ثلاثة لأن نجد نفسي درت أكثر من الشيء اللي إني أنا بنوصل له. يعني ملء الفراغ أكثر حاجة، يعني للحوش أكثر شيء، هيك مفارش، هذا أغطية لبعض الصفر، إيه، وتو خشين على التريكو الصوف مع قبلنجية. هذا العلم كان غايب عني شوية، بعض الشيء في من ناحية مفارش الشيلان، القبعات، القفازات، هذا ما خشيت عليه من قبل. يعني قلت ليش إيه تو بدينا يعني أول حصة هذه بإذن الله. أنا كل ما يزيد عندي علم نقول جعل الله لليل قمرا منيرا ينير ظلمة ليله، والله جعل لي درب نور علم كنت أجهله. يعني هاني تاع الإنسان مهما تحطم من، يعني أنا ربي خلق يعني شيء ظلمة لكن أنار بنور القمر. ليش أنت يا إنسان ما تبتكر لنفسك وتخش لمعالم أنت تجهلهن تتوصل من خلال هالعلوم هذه اللي تكتسبها أنك توصل لأهدافك بإذن الله تعالى. سهام لا تتقن الخياطة فحسب، فقد نجحت في إكمال تدريباتها على قراءة لغة المكفوفين، وأتمت قراءة القرآن الكريم وحفظ أجزاء منه، وتسعى لتدريب نظرائها ليقتحموا مجالات الإبداع. تطمح إلى أن تكون محفزة لكل من يعتقد أن إعاقته قد تمنعه من ممارسة شغفه أو إفادة مجتمعه. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها.